نحن نتحدث عن الشيعة اللي هم يعتبروا أو الذين يعتبرون من المسلمين وإخوة لأهل السنة، وكما نقول أو نعبر من يعني أحد جناحي الأمة، الشيعة الإمامية الشيعة والجعفرية والشيعة الزيدية، لأن هؤلاء مسلمون ما في ذلك ريب، ولا نستطيع أن نحكم بخروجهم عن الإسلام. Seseorang apabila akan mengatakan bahwa Syiah itu Islam atau Syiah itu kafir, dia harus punya alasan. Karena satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Namun satu aliran akan dikatakan keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Sekarang mari kita bersama-sama kita buktikan ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis ataukah tidak. Ternyata setelah kita kaji dari kitab-kitab rujukan Syiah, banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, bertentangan dengan Al-Quran. Mereka itu mengatakan dan berkeyakinan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini dan dibaca oleh umat Islam seluruh dunia, menurut mereka itu sudah muharraf, sudah tidak orisinil lagi, sudah dirubah oleh para sahabat. Ada ayat-ayat yang ditambahkan dan ada ayat-ayat yang dikurangi. Ini keyakinan Syiah yang tertera di dalam kitab-kitab mereka. Padahal Allah menurunkan satu ayat yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, akan menjaganya. Dengan demikian berarti apa? Berarti ajaran Syiah menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Ini ajaran Syiah. Jangan dikatakan sama-sama Islamnya, sama Muslimnya. Jangan asal mengeluarkan fatwa. Pelajari dulu baru berbicara. Jangan memalukan kelompoknya. Tokoh-tokoh kita di televisi, wah ini sama-sama Islamnya, tanpa ilmu mengeluarkan fatwa. يعني هم كما قلنا منكم من قبل نحن لنا قرآن واحد ولا تصدق أن القول الذي يقال إن الشيعة لهم قرآن آخر يخفونه هذا الكلام غير صحيح وهذا كلام من الأقاويل الباطلة. العلامة المجلسي من تحريف القرآن مولانا، أن العلامة المجلسي في البحار، هل أن العلامة مؤمن بتحريف القرآن أو ليس مؤمن بتحريف القرآن؟ هل مؤمن بأن القرآن متغير أو ليس مؤمن بالقرآن متغير؟ أعزائي في مرآة العقول، في مرآة العقول المجلد الثاني عشر صفحة 525، علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. كم آية مولانا؟ 17,000. إيش قد عندنا إحنا؟ 6,000. يعني إيش قد من القرآن بأيدينا؟ ها؟ وين القرآن مولانا؟
ثلثه يعني، يعني كانت القرآن ثلاث أجزاء باقي منها شقين مولان، باقي منها جزء سؤال. طبعا العلامة البيهبودي ضعف الرواية في صحيح الكافي، ولكن انظروا ماذا يقول العلامة المجلسي: فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنا. أصلا ماكو مجال للمناقشة، والتواتر المعنى يفيد ماذا؟ أصلا من الأوليات بعد مولانا، من البديهيات. وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار. خلي يسقط القرآن ولكن لا يسقط ماذا؟ لا تسقط الأخبار. هذا الذي أنا قلت كنت أقوله، أن المحورية القرآن والمحورية الأخبار. شوفوا الآن عندما يدور الأمر بين حفظ القرآن وحفظ الأخبار، من المقدم أعزائي؟ حفظ الأخبار مو حفظ القرآن. وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا، بل ظني التفت إلى متعلق هذا الظن، اشقد خطير، اشقد خطير أعزائي، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب، يا باب، باب نقص القرآن وتغيير القرآن وعدم تمامية هذا القرآن الذي بأيدينا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة. يعني الاعتقاد، التفت، الاعتقاد بتحريف القرآن على حد الإمامة التي هي من أصول وأركان الدين. هذا العلامة المجلسي، هذا العلامة المجلسي، احفظوا لي هذه الجملة، هذا العلامة المجلسي هو الذي كتب لنا البحار، وهذا البحار هو الذي الآن ينظم لنا العقل الشيعي مولانا. Ada satu kitab yang namanya Faslul Khitab fi Isbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Ini kitabnya. Ini kitab berisi 2000 hadis yang disampaikan oleh mereka bahwa Al-Qur'an ini sudah tidak orisinal lagi. Sudah muharraf. Ini otentik, tidak bisa disanggah oleh orang-orang Syiah. Dia bukan Syiah, Imam Al-Syari, kalau dia tidak mengakui ini. Al-Quran itu menurut mereka, orang Syiah, ada tiga. Yang pertama, Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam ini, yang menurut mereka muharraf, yaitu Mushaf Utsmani, yang kita baca dan diagungkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua menurut mereka adalah Mushaf Ali. Mushaf Ali itu adalah wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicatat oleh Imam Ali. Di mana orang-orang Syiah beryakinan tidak ada sahabat lain yang mencatat wahyu Al-Qur'an ini seperti Sayyidina Ali, selengkap Sayyidina Ali. Dan Al-Quran ini, Mushaf Ali ini menurut mereka, ini Al-Quran yang asli menurut mereka, saat itu ditunjukkan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ketika Rasulullah sudah wafat, kemudian ditolak. Dan di situ menurut mereka isinya ada macam-macam yang mencaci maki dan mencela para sahabat di antaranya. Ini menurut orang Syiah. Oleh karena oleh Sayyidina Abu Bakar dan lain-lainnya tidak diterima, maka oleh Sayyidina Ali disembunyikan, disimpan Al-Quran ini. Dan kemudian dia akan simpan ke anaknya sampai nanti di zamannya Al-Muntadhar, imam mereka yang ke-12. Jadi Imam Ali ini menyembunyikan hukum-hukum. Al-Quran ini siapa?
hukum-hukum buat umat Islam ini. Ini oleh Sayyidina Ali menurut Syiah disembunyikan. Hasya wa kalla Imam Ali mau menyembunyikan. Nah ini Al-Quran ini yang menurut yang asli menurut Syiah. Dan mereka diperintahkan untuk membaca Al-Quran yang ada sekarang ini selama Al-Quran yang asli masih belum dibawa oleh imam mereka Al-Muntadhir. Yang ketiga, Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah itu setelah Rasulullah SAW wafat, itu malaikat Jibril masih turun membawa wahyu kepada Siti Fatimah. Sayyidina Ali sekedar julu tulisnya. Jadi tiap Jibril datang kepada Siti Fatimah bawa apa, Sayyidina Ali yang bagian julu tulisnya. Tebelnya, isinya tiga kalinya Al-Quran yang ada sekarang ini. Keyakinan yang demikian ini di kita umat Islam, kita tidak membenarkan semuanya. Yang benar adalah Al-Quran yang kita baca ini, yang dijamin oleh Allah keasliannya. ومن عقيدتهم القول بتحريف القرآن الكريم. هناك معنى للتحريف لا خلاف بين المسلمين في وقوعه في القرآن الكريم. اتفق الكل على أن القرآن الموجود ليس تدوينه بحسب ما ندل. يختلف وضع الموجود عن تنزيله وترتيبه في النزول. ترتيب السور وترتيب الآيات يختلف عما نزل عليه القرآن الكريم. ترون آية المودة مثلا وضعت في غير موضعها، آية التخفيف وضعت في غير موضعها. فهذا النوع من التحريف لا ريب في وقوعه، وقد اتفق الكل على وقوعه في القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعندنا في الروايات مصحف فاطمة الذي نزل من السماء، وعندنا في الروايات مصحف فاطمة الذي كتبه أمير المؤمنين، والمشهور الحديث عن مصحف فاطمة الذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام، والمشهور الحديث عن مصحف فاطمة الذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام. إذن الأعزاء، الرواية واردة في الأصول من الكافي المجلد الأول، تحقيق مركز بحوث دار الحديث، صفحة 599، أعزائي رقم الرواية 641، كتاب الحجة أعزائي، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر. الرواية طويلة ولكنه أنا أشير إلى بعضها. قال: إن فاطمة مكثت بعد رسول الله 75 يوما، روايات متعددة، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل يأتيها، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي يكتب ذلك. التفتوا لأعزائي، عن أي إمام؟ سأقول الرواية عن الإمام الصادق، عن أن عبد الملك بن أعين قال لأبي عبد الله إلى آخره. السؤال، التفتوا، هذه الأحاديث الزهراء سلام الله عليها أخبرت عليا، قالت أن الملك يأتيني ويحدثني، قال لها أمير المؤمنين: إن جاءك هذه المرة فأخبريني. فعندما كانت الملائكة تحدث فاطمة وتخبرها بما يجري على ذريتها بعد ذلك، كانت فاطمة تملي ذلك على من؟ على علي السلام. هذا الذي كان يكتبه سلام الله عليه أمير المؤمنين من إملاء فاطمة هو الذي صار بعد ذلك مصحف فاطمة. وكان علي يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة. واضح، واضح بعد، لا تحتاج إلى بيان، وأنا ما أريد أدخل في هذا البحث. هسه قد يسأل سائل يقول: سيدنا، هذه الرواية
صحيحة السند أو غير صحيحة السند. هذا العلامة المجلسي في كتابه مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول دار الكتب الإسلامية المجلد الثالث أعزائي بعد أن ينقل الرواية وهي الرواية الخامسة قال الرواية إن فاطمة كان هذه الرواية طويلة قال ويخبرها بما يكون فهذا مصحف فاطمة. قال الحديث الخامس اللي عن الإمام الصادق التفت تعالوا إلى الحاشية الحديث الخامس صحيح من حيث السند ماذا؟ صحيح السند.